مرحبا فيكم جميعا، انا سامي الكرجي، واليوم درس كتير مهم بالفوتوشوب، درس كتير كومون بين الفوتوغرافرز يلي بصوروا اعراض، بصوروا مودلز، بصوروا بورتريتس، بشكل عام اللي بصوروا اشخاص، وبشكل خاص يلي هو الدرس عن الرتوش تبع الوجه. يعني انا مثلا كل حدا عنده عيوب بالبشرة، عنده حبة او شامة ممكن مثلا تنشال، يعني بيأسفني انه اشوف بعض الاشخاص انه عم يعملوا ريتوش، شكل البني ادم تغير. يعني سوري على هالتشبيه، بكون بني ادم عادي بعد ما ينعمل له فوتوشوب او هيك بصير قطعة بلاستيك. سوري على هالتشبيه بس انه هيك عم نشوف. غلط، لانه الوجه فيه نسمات، فيه تكستشر معين للبشرة تاعيته، ما بدنا نخسرها، ما خلينا نبين انه كتير رياليستيك، بس نحن حنعدل الصورة. اوكي نشيل الحبوب، نشيل الشمات، نشيل قصة مثلا عنده عيوب بالبشرة، بس ما نغير له البشرة كلها. خليني اعطيكم يعني الستبس اللي انا بعملهم بشكل خاص. انا بعمل ريتوش للوجه، اللي انا بعملها حعدلكم عليها. حانتقل على الفوتوشوب. اول شيء عندي هالصورة انا مصورها لشاب صديقي، يعني استعملتها لانه بوقتها، هلا مش بشكل عام، مش دايما بشرته هيك، بس كان بوقتها عنده هالحبوب ظاهرين على وجهه. اول شيء حاعمله انه حعمل دوبليكيت لهيدا اللاير، حخلي عندي لاير يلي هي باك اب، خليني اخفيها، وحاشتغل على اللاير اللي عملت لها دوبليكيت. تمام. هلا اول شيء في عندي كذا طريقه لحتى اشيل. اول شيء بدي اشيل هول الاشياء الظاهره، يعني اللون الاسود مثلا، الشامات، او ما بعرف شو بتقولوا لهم بالمنطقه عندكم، او الحبوب الظاهره، يعني يلي هي هي بهالشكل هول اللي عم دلكم عليهم. في عنا كذا طريقه، في عنا بالهيلينج يلي هي اذا بنكبس هيدي فينا نشيل بهالحبوب، بنكبس عليها او نعمل خط هيك، يعني في كذا طريقه. في شغله تانية، اذا بدلني كابس على هيدي، في عند الباتش تول بستعملها لانه كتير دقيقة، ففوت زوم مثلا على حبة بعمل هيك بخدها، بصير عندي مثلا مثل الهيلينج، بس انه هيدي بطريقة شوي اداء اذا الهيلينج ما اشتغلت معي صح. حاستعمل هيدي بشكل اسرع يلي هي سبوت هيلينج براش تول، ففينا نستعملها، بس ما ننتبه انه ما انتزعت البشرة. يعني انا مثلا اذا مثلا بدي اعمل هيك حيصير عندي، ما صار شيء، بس انه ممكن تخرب، فحكون كتير دقيق انه بالموضوع هون هيك. ف رح اعمل بشكل سريع مثلا عندي هالحبوب، هلا ما حعملها كتير بيرفكت 100%، بس حدلكم انا كيف بشتغلها صح، حتى ما كمان طول عليكم بالفيديو، ما بدي اسرع لانه عم بحكي معكم وعم دلكم مثلا اشياء صح. هلا خلينا دلكم على الطريقة تعيتي، حتى لو انه مثلا خلينا شوي، انا مش حاشيل كل شيء، لا حدلكم قديش اللي انا بستعملها كتير 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 منيحة كتير، يعني انه لانه بستعملها بشكل مانيوال وكتير افكتف، كتير لها تأثير. انا هلا يعني اذا بتشوفوا قبل وبعد كيف كانت هون وكيف صارت، تمام اوكي في تقدم، بس في عندي هول حاتركن هلا لحتى نشوف الستيب اللي انا بعملها قد هي كتير منيحة وما بخسر نسمات، بما انه في عنده شوية حبوب. هلا اللي حعمله اول شيء حعمل كمان دوبليكيت لهيدا اللاير، كنترول جي، هلا اكبس كنترول اي، حعمل انفرت للكولرز، وحغير البلاندنج النورمال لفيفيد لايت. تمام اختفت الصورة بس انه موجودة بعدها. ستيب اللي بعدها هروح اعمل من الفلترز اذر هاي باس. تمام بس اكبس حيتغير شوي عندي، حيبين الصورة، بس اهم شيء انه اذا بصغر بكبر بدي اوصل لمحل انه النسمات تختفي شوي، بس بدي اطلع بالعين لحتى او اي شيء ادج، بس انا اهم شيء بتأكد من العين مثلا انه قبل ما تصير هيك بشوي، وانتبهوا للبشرة مثلا كيف صارت ناعمة. اوكي صارت البشرة ناعمة، بوطي شوي لحتى يعني لا بين انه كل شيء اختفى. تمام تقريبا هالقد كتير منيح، حاكبس اوكي.
حروح هلا على الفلتر، ارجع بلور جاجن بلور. تمام. هلا اذا بتشوفه البشره نضفت، بس اذا بدي غير شوي بدي اعدل، اذا بدي وطي شوي بتلاقيها كتير نظيفه، بدي اعلي بتبين انه مثلا ها بينت النسمات والبشره شوي اوضح. تمام. حكبر شوي الراديوس لحتى توصل انه في النسمات مبينه يعني. تمام. فيكن تشوفوا اي اماونت انتم مرتاحين. هلا انا بحس هيك كتير اوفر شوي، ممكن تكون هيك او ممكن وطي شوي، بس هلا هذا مش كل شيء. حاختار هذا هالاماونت هذا، هيك بس اوكي. هلا حروح اعمل ماسكينج لالا من هون. تمام. بس هيك بس الت واكبس عليها. ما صار شيء لانه انا عامل لاير ماسك اسود، اسود معناته يعني انه ما عم بطبق اللي انا عملته. فحروح على اللاير ماسك حاكبس عليها واختار براش تول. بدي اتاكد انه انا هون عندي اللون الابيض. تمام. هلا حلون محل البشره، بس لون فوق البشره حتلاحظوا انه البشره حمتنضف، يلي هي الافكت اللي انا طبقتها. هلا ما حتشوفوا شيء الفرق الكتير كبير الا ما اعملكم بيفور وافتر. فانا بس انه عم نظف البشره هيك، لو انا اذا بتشوفوا بالضبط هيك حتكون هذا اللي عم بصير. فحنظف قد ما في مثلا بشكل سريع. بدي انتبه ما نظف شيء تاني، مثلا اذا بعمل بالشوارب وهيك ببين غلط، فبس بدي انظف محل البشره وما بدي اروح كتير على الرموش اللي يبين شيء غلط. بدي فوت زوم، زغر البراش، اعمل هالشي. محلات ال يعني كتير صغيرة ما فينا نغض بصرة، بس انه نحنا نشوف الاشياء الظاهرة. ايده مثلا فينا نعملها شوي هيك. تمام. هلا بيفور اند افتر نطفت البشرة. بيفور الاساس هيك كانت وهيك صارت. تمام. انا ما خسرت النسمات يلي هني هو المطرح الفوكس، لانه في منهم انا هلا بعد التعديلات ما عدلت 100%. انتبهوا حتى ما تفكروا انه هذا كل شيء اللي عملته هالقد بيعطي نتيجه، لا. انت شوفوا كيف قديش كانت البشره مجعده شوي لحتى نعمت وعطتني السموثمنت تبع البشره. ف انا هيك بنظف البشرة. اكيد بدكم تنظفوا منيح الحبوب وهالقصص، بس انا قصدت خلي هول الحبوب لحتى تشوفوا انه هول حتى لو هن موجودين ما كتير مقصرين، كتير طبيعيات، والصورة الطبيعية هي الانجح. اكيد ريتوش موجود وما كان. شوية تعديلات بالالوان مثلا، خليني اعطيها ساتوريشن كماستر مش لكتير، صيان بعطيها اكتر، البلو بعطي شوية اكتر. هذه الالوان هلا انتم بتستعملوها بعدين كيف تبين. فانا هذه الطريقة اللي بستعملها ريتوش. اهم شيء يكون البشرة واضحة، يعني منا بلاستيك مثل ما بتشوفوا قبل وبعد. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يكون عم تستفيدوا، وان شاء الله يكون استفدتوا بهذا الدرس. وما تنسوا لايك سبسكرايب شير، وخلينا نشوف الكومنتس هلا شو عندكم حابين تسألوا عن شيء بعد، وانا جاهز لأي شيء. باي.